عندما اقتنيت كاميرتي الأولى عام 2003 أردت أن أصور مدرسة طفولتي. كل شيء بقي كما عرفته، لم يتغير أي شيء. ولم يكن مسموحا أن أعبر عن ألمي خارج نفسي. الرسم كان المساحة الوحيدة لأعبر عن هذا الألم. غرفتي كانت المخبأ الآمن لآلاف من لوحاتي. في العام 2000 توفي الأب واستلم الابن زمام السلطة. الابن وعدنا بإجراء التغيير، ولكن بعد عدة سنوات كان واضحا أن التغيير لم يكن في حسبانه. سهل الدواء هيك رسمه كمان مثل ما انه سهل التدمير.